واو. في ورشة كبيرة، وتوصيات تاع سيدي الوالي. عملية الترحيل راهي مستمرة. هنا أنا في حي سيدي الوالي العتيق، كما تعلمون حي قديم والبنايات هشة جدا، هذه يسبب خطأ على المواطنين. لهذا السبب احنا نقوم بالترحيل بمراحل حتى ان شاء الله نقضوا على هذه النقاط السوداء ونوفروا سكن لائق بالمواطن الوهراني، وايضا سلامه المواطنين. والعمليه متواصله ان شاء الله الى حتى نقضي على النقاط السوداء من ناحيه السكن. وشكرا. تنفيذا لتعليمات السيد والي ولايه وهران والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس دائره وهران، وحفاظا على المنظر العام، تمت اليوم عمليه ترحيل في شارع الحدائق حي النصر. ان شاء الله 6 عمارات، منها ترحيل عماره واحده حيث يقطن فيها 8 عائلات، وتم ترحيلهم الى وادي تليلات الى سكنات لائقه. من هذه العمليه تنطلق الحفاظ على سيد الهواري.